هذا وتوسط السيد الرئيس صورة تذكارية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول المهندس طارق الملا وعدد من الوزراء والمشاركين بمؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024 قبيل انطلاق أعمال المؤتمر. وتقام فعاليات المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 19 إلى 21 من فبراير الجاري تحت شعار تحفيز الطاقة، تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات بمشاركة 120 دولة.